السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عرفتموني بأحبك يا شعبي، أحبك، أحبك يا شعبي، أحبك يا عظيم، يا شعبا كريما، يا شعبا شهما، يا شعبا حرا، أحبك يا شعبي، أحبك. شموع، شموع توقدت فأنارت لنا الطريق. من لحظة الاستشهاد أنارت لنا طريق الحرية والكرامة والعزة التي أنتم فيها. أنتم من أنتم؟ أنتم إما أبا أو أما لشهيد، أو زوجة أو ابنة أو ابنا لشهيد. أنتم إما أبا أو أما لسجين أو محكوم، أو زوجة أو بنتا أو ابنا لمحكوم. أنتم إما مهان أو منتهكة حقوقه، أو من حقق معه، أو معذب، أو مسلوب، أو مسروق، أو مفصول، أو موقوف عن عمله. أنتم إما من استدعيتم للمحكمة أو لمركز تحقيق. أنتم ضربتم واتهمتم في وطنيتكم وأنتم الوطنيون، وما وجودكم اليوم إلا من أجل البحرين. أنتم وطنيون، وصفوكم وقالوا عنكم صفويون، مجوسيون، خونة، رافضيون، ولكنكم أنتم الوطنيون الذين لا تتخلفوا عن أي شيء ينصر قيمة الإنسان في بلد إهانة الإنسان. هذه اللغة لغة التخوين، وأنكم صفويون ومجوسيون، هذه لغة سادت كما السلطة أرادت، ولكن أنتم شعب يقدم من أجل كرامته وحريته وعزته أغلى شيء وهو دمه. فشهداؤنا مصداق ذلك، فهم شهداء الحق، شهداء الكرامة، شهداء العزة، شهداء الإباء، وشهداء الشموخ، وشهداء لن ننساهم مهما طال بنا الزمن، لأن شهداء التسعينات وشهداء الثمانينات وشهداء التسعينات، كل هؤلاء الشهداء دلالة على أننا نريد أن نعيش في بلد يحترم الإنسان ويقدر الإنسان ويحكم بقيم الإنسان. بالروح والدم نفديك يا بحرين. أنتم شعب يرفض الاستعباد السياسي المقيت، ولهذا ولا لشيء آخر تطالبون بالديمقراطية وليس بحكم الفرد. الديمقراطية التي يكون فيها الحاكم والمحكوم على حد سواء أمام القانون. الديمقراطية التي يكون فيها كل دم فرد من أفراد هذا الوطن محترم وحرام. الديمقراطية التي تكون فيها حرمة كل فرد من أفراد هذا الوطن مصانة لا مهانة. هذا شعار أود أن تحترموه وترددوه. حقوقنا مصانة، عزتنا أمانة، ونرفض الإهانة. حقوقنا مصانة، عزتنا أمانة، ونرفض الإهانة. حقوقنا مصانة، عزتنا أمانة، لا نقبل الإهانة.
الديمقراطية التي لا تعرف طبقتين لأفراد المجتمع، المجتمع على حد المساواة والعدالة. من أجل هذا تقدمون الشهيدة والشهيد. وقد تزين شعبنا إلى الأمس القريب ب45 شهيدا، وكان آخرهم الحاج الشهيد علي الديهي والد سماحة نائب الأمين العام رحمة الله عليه، قتل باعتداء خسيس لئيم جبان، لأنهم لا يريدون أن يقولوا أنهم اعتدوا عليه وأنه كان يعاني من أزمة قلبية. من أجل هذا فقد قدمتم الطفلة ذو 18 أو يقل، وقدمتم المرأة الشريفة العفيفة شهيدة، وقدمتم الشابة والرجل والكهل والشيخ. تحية خاصة إذا سمحتم لي، تحية خاصة أوجهها للمرأة التي أثبتت حضورها في الساحات والميادين، في الليل والنهار، في السجون، في المعتقلات، في لجان التحقيق، في التوقيف، في نقاط التفتيش، في المسيرات، في التشييع، في التطبيب، في التمريض، في الإسعاف، في المحاكم، متهمة ومدافعة، محامية ومتهمة. وأثبتت هذه المرأة وقد أثبتت المرأة أنها بالفعل نصف المجتمع، وأثبتت أنها حقا المرأة التي يقال عنها أن وراء كل رجل عظيم امرأة. أنت المرأة التي تقفين وراء هذا الشعب العظيم. شموع أطفأتها سياط الجلاد في السجون، 4 شهداء، حسن وعلي وزكريا وكريم. شموع اغتالتها طلقات الشوزن، علي وفاضل ومحمود وعلي وهاني ومجيد وأحمد وغيرهم. شموع اخترقتها رصاصات القتل والغدر، عسكريان وقعا شهيدان، هما شملان وعياد، شهيدان اختطفا المحفوظ والحجيري، أجنبيان بريئان، محمد إخلاص البنغالي الآسيوي الذي دافع عن نسائنا، وستيفن إبراهام الآسيوي الهندي الذي قتل في موقع عمله. حتى تعرفوا أن القتل هنا قتلاً عشوائياً، قتلاً تعسفياً، لا يعرف من يقتل ولماذا يقتل، عشوائياً وفقدان للاتزان. اقتل اقتل حتى تهيب هذا المجتمع، ولكن هذا المجتمع وعى أكثر فأكثر بعد أن قتلوا منه أكثر وأكثر. أطفالنا شمس وأحمد وفرحان الصغير والشيخ علي، علي علي هذا الشيخ، علي الشيخ في يوم العيد، هؤلاء أطفالنا يشاركوننا همنا. نساؤنا الشهيدات بهية عزيزة والزينبتان وخديجة، وأخيرا سمعنا عن شهيدة مظلومة ولكن لم يقل لنا ولم ينقل لنا عنها، فاطمة السيدة من المرخ التي قالوا أنها قتلت رهابا من الكلاب الذين أدخلوهم في المستشفى فخافت وماتت كما حصل للشهيدة عزيزة. هذا هو الشعب يقدم كبارا صغارا أطفالا شيوخا في السجن، في الشارع، في الطريق، بالشوزن، بالرصاص، بالتعذيب، بكل شيء. هذا هو الشعب الحي. هناك حجة الشهيد، هذه المسمات بالشهيد الحي. رحل شهداؤنا إلى الله، ورحل شعبنا إلى الله حجاجا بالنيابة. بلغ من حج عن شهدائنا أكثر من 100 حاج على نفقتهم الخاصة أهدوا حجتهم لشهدائي.
شكرا لهم، وتقبل الله منهم ورزقهم ما يتمنون. بيوت، بيوت الله، بيوت الصلاة والعبادة، محاريب الروح والطاعة. 35 مسجدا لم تسلم من جرافات العسكر، وهي النقطة الحرجة التي وقعت فيها السلطة في فخ الاستهداف الطائفي. فبيوت الله هدمت لأن مكوناً مجتمعياً يذهب ليصلي فيها، ولكن هناك بيوت لله أيضاً مكوناً معيناً يصلي فيها لم تمس بسوء. هذه بيوت الله، هذا هو التعسف، هذا هو العداء الموجه لجهة أو لطرف، سواء كان شيعياً أو سنياً. لا تعارض، لا تعارض، وإلا هدمنا مسجدك. هذه البيوت هدمت، كنت أنت تصلي فيها أو ذاك. وكذبة المخالفات القانونية لم تنطلي على العالم، العالم ذكر مساجدنا أكثر مما نذكرها نحن، لأننا نذهب نصلي في مساجد أخرى ولن يوقفونا، بل صلوا على ذات الأرض التي سووا بها المسجد بالأرض، كانوا يذهبون ليصلون. بحجة ماذا؟ بحجة المخالفة القانونية. ما علاقة سقوط النظام والمظاهرات ببيت لبيوت الله؟ أتحاربون الله؟ تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! السجن والتعذيب ونقاط التفتيش والمطاردة عانيتم منها. أشك أن أحداً موجوداً هنا وممن لم يأتي هنا لم يتعرض لواحدة من الانتهاكات التي تعرض لها شعبنا، فقط لأنه شعباً كريماً أبياً حراً شجاعاً مريداً قادراً مؤمناً بالله يريد أن يحكم نفسه بنفسه. فمنذ البدء بعملي بفرض حالة السلامة الوطنية فقدنا السلامة الوطنية، اختفى من اختفى. أنتم كنتم تعلنون موقفكم في الدوار دون خفاء ولا مواربة، لم نرى شخصا واحدا ملثم، ما يعني أنكم تقومون بعمل طبيعي تريدون أن تثبتوا من خلاله وجودكم، تريدون أن توصلوا كلمتكم لمن يسمعها إن كان هناك من يسمعها. سمعكم العالم ولم يسمعوكم، فهمكم العالم ولم يفهموكم. أنتم شعب لكم كل الحرية والاحترام والتقدير، ولهذا عليكم أن تكرروا دائما بالروح بالدم نفديك يا بحرين. تحية للأستاذ هشام الصباط الذي سيلقي كلمة الختام في حفلنا هذا بعد قليل، وهو ممثل جمعية العمل الإسلامي. انتشرت نقاط التفتيش، نقاط تفتيش تبحث عن الهوية، أنت شيعي؟ نقاط تفتيش تبحث عن الضمير، من تحب ومن ما تحب، ولا أكلمن، هذا تخلف في هالعصر. نقاط لا يمر عليها شريف إلا ويسرق، نقاط اختفى عندها أحبة أعزة، وبعد ذلك وجدناهم في مستشفى السلمانية مصابون بإعاقات ويعذبون على أسرتهم. سماحة السيد حسن الغريفي إن سمعتم عنه أو لا، ضرب في 16 مارس بالقرب من سناء، ولم يعرف عنه أهله شيئا إلا قبل شهرين، نادوهم ليجدوه لا يستطيع أن يتكلم ولا يتحرك، وحينما طلبوا منهم أن يعالجوه على حسابهم رفضوا، وأخذه أهله للعلاج في الخارج. السجن، وما أدراك ما السجن؟ أكثر صور التعذيب والعذاب والإيذاء والانحطاط الأخلاقي الذي مارسه السجانون مع أحبتنا المعتقلون سابقة لم نسمع منها من قبل. أنا اعتقلت في الثمانينات واعتقلت في بداية التسعينات، لم أجد ما حصل، لأنه يبدو أن الانحطاط الأخلاقي يتصاعد، ومعدل
الإنسانية في تنازل، وهذا ما رأيناه من شهادات التعذيب وما أشكاله. لو عددت لكم هذه الأنواع لأصبتم بالغثيان، وأنا أريد لكم أن تذهبوا سالمين غانمين. هذا التعذيب الذي يعني من الصعب جدا أن تجد وقتا الآن حتى تحدد معنا ما يتعرض له أبناؤنا ومعتقلونا، سواء كانوا نساء أو رجالا يتعرضون لأشكال التعذيب، ستجدونها يوما، ستجدونها بالتفصيل، ستجدونها وستعرفون تلك الخصة التي كانت تحيط بأحرارنا وحرائرنا في السجون. من المؤشرات التي كانت تثير حتى المراقبين الدوليين وحقوق الإنسان ومتابعي حقوق الإنسان، أن الذين يعذبون يطلب منهم تقليد صوت الحمار أو الكلب أو البطة أو الغنمة أو العصفور. هذا أسلوب دنيء نابع من الدناءة، هم لا يعذبون، هم يحاولون أن يهينوه. تخيلوا أي نوع من الخسة، وهذا ليس للضحك، يوقف الفرد أمام المعذب ليقول له قلد إلي صوت النملة. هو يعرف أنه لن يستطيع أن يقلد صوت النملة، فيزيده تعذيبا، قلد لي صوت السمكة، ويعرف لا يستطيع أن يقلد صوت السمكة فيزيده تعذيبا. هكذا كانوا يعذبون أبناءنا، عبثية، تخلف، حقد وانتقام. عندنا ثلاثة أشخاص حكموهم بالإعدام كشربة الماء في قضايا تأخذ يمكن 20 سنة في بلدان محترمة حتى يصلوا فيها إلى حكم غير بات، وهؤلاء محكومون بالإعدام. عندنا 27 حالة إعدام مؤبد، عفواً حكم مؤبد على قضايا إما فيها حرية رأي أو أن 12 شخص أودوا بحياة شخص لا يعرفون المكان، المحقق لا يعرف المكان ولا يعرف الزمان ولا يعرف من تسبب في قتله، المحقق لا يعرف أين المقتول، أخذوه إلى باكستان والسلطة لا تعلم عنه وهم محكومون بالمؤبد. أي محكمة هذه؟ أي استهزاء بقيمة القضاء؟ أي مهانة لهذا الشعب؟ 11 شخص أودوا بحياة شخص، هذا الشخص ما ندري عنه وينه، ما يدرون وينه، ذبحوه على ويش، متى، منه الشهود، ما تدري بالسالفة، طلع حكم مؤبد ولا فيها فيها. عندنا 15 سنة على أحبتنا، 95 شخص محكومين 15 سنة. عندنا 12 سنة إلى أحد الإخوة العسكريين والعسكريون هنا، 160 عسكري حكموا وفصلوا وعذبوا وفصلوا من عملهم لأنهم فقط شيعة، لأن واحد من العسكريين بعد باكستاني شيعي بعد صفوية. 10 سنين، 7 سنين، 160 عسكري يعمل في السلك العسكري حكموا. اعتقال النساء، تم توثيق 200 حالة اعتقال للنساء بين اعتقال طويل الأمد وقصير الأمد، هذا ما استطعنا توثيقه، ربما هم أكثر من ذلك. وعانوا ما عانوا، والمدرسات، تحية للمعلمات اللاتي وقعن تحت ظلم السلطة. يأخذونهم في الباص، يطنزون عليهم، يضحكون عليهم، يقولون لهم ارقصوا، يشيلون حجابهم، يقول لهم قولوا السلام الملكي، استهزاء وإيذاء. لماذا؟ لأنها معلمة ومديرتها لا تتفق معها في وجهة النظر السياسية فقط، هذه مشكلتها لا غير. أنتم
من وقعتم في العقاب الجماعي أنتم الحوار المفتوح على شاشة العالم الحر الذي يراكم وليس على شاشة العين الحوراء العوراء. أنتم الراصد لكل ما وقعتم فيه وليس الراصد على شاشة العين الحولاء. أنتم الضمير الحي، أنتم الوعي الناصع. أعتقد بأن كل ما عندي لم أتجاوز 4 ورقات من 8 ورقات. أعتذر لكم، لن أكمل الكلمة. شكرا لكم.